السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر سليم، واحنا النهاردة هنتكلم على ازاي نستخدم الذكاء الصناعي في توزيع الغرف وتوزيع الأساسيات. ده شكل مثلا ماستر بلان، تقدر تقول له وزع لي، هو يوزع لك المكان كله. تمام، يعني انت تحدد شكل الغرف بتاعتك تبقى عاملة ازاي، وبعد كده تقول قسمهم لي، وبعد كده يبدأ يعمل لك يوزع لك الفراغات دي. مثلا لو قلت له دي غرفة مكتب، بيبدأ يحط لك مكتب ويحط لك ترابيزة وهكذا. زي ما انت شايف، بتحدد المكان، بتحدد الويندوز، بتحدد المدخل والفلور، وبعد كده تحدد نوع النشاطات او طول من اللي راندوم، فيبدأ هو يوزع حالك. طيب اجي هنا اقول له افتح لي كنموذج، اقول له ستارت، هيبدأ اهو. فانا اقول له الفلور، ببدا اعمل له مثلا فلور بالشكل دوت. تمام، الفويد ممكن تعمل مثلا فتحه في المكان دوت. تمام، ممكن تقول له انا عايز المدخل مثلا، تبدا تحدد المدخل بتاعك هيبقى موجود فين. الويندو ممكن تحدد الويندو، او ممكن ما تحددش اي حاجه من الحاجات دي وهو يعملها لك اوتوماتيك. تمام، ممكن تقول له راندوم، فهو يبدا يعمل لك توزيع كده عشوائي راندوم. تمام، وهنا بيحدد لك دي الكلوز، دي الكوريدور، دي الباثروم وهكذا، عمل لك التوزيع دوت بيستخدم بعض القواعد. طبعا هنا مش حاجه فاينل، او هنا لسه ما وصلوش للمستوى اللي انت توصل للانسان، لان هو ما طلبش مني معلومات كتيره زي اتجاه المبنى في اتجاه الشمال والشمس والرياح والحاجات دي كلها. بس ده بدايه او الخطوه الاولانيه، هتلاقي بدا الذكاء الصناعي يخش في الموضوع بقوة. فلذلك بعد إذنكم نبدأ نتعلم الذكاء الصناعي.